Good morning, students. I hope you are doing well. This is the first lecture that will be an online lecture, let's say, a virtual lecture on Unit 1. This is first year students. First unit is talking about, let's say, how to express your agreements. الموضوع أي مهمات في اليونت الأول إنه شلون تعبر الموافقة عدم الموافقة على certain statement. So there are many ways to express your agreement in affirmative statements. The following list is used a lot. You can find them helpful in a conversation. من عدة عبارة مثلا نقول I'm going to the movies tomorrow. ممكن أنا أعبر عليها تعبير أجاوب عليها بالطريقة informal one. I can say me too. Or I can also express another way to express my agreement is to say, for example, I love eating chocolate. I can say so do I. بس راح نعرف شو أنا ليش أقول so do I. شلون أسويها so do I. عبر عن agreement. عندنا شيء بالexpress agreement is that you what I call do subject auxiliary inversion اللي هو عملية قلب الفعل على الauxiliary في المساعد على الفاعل. شلون راح أنا أقلبها باستخدام so or neither. So or neither كل واحدة استخدامها يختلف عن الثاني باعتبار أنه so أستخدمه من عندي أنا positive statement. من عندي positive statement أنا أستخدم so, وأنا إذا عندي جملة negative statement أستخدم شنو؟ أستخدم neither no. فراح نعرف أنه شلون أنا أستخدم شو وقت ليش أستخدم so. أستخدم so من كانت جملة مثبتة positive statement, وأستخدم neither إذا كانت الجملة شنو؟ negative statement. مثال I love South Korean films. I love South Korean films. بعد السنتنس شوف الجملة انه شنو هي. هاي الجملة affirmative positive يعني مو مثبتة مو منفية جملة مثبتة. فأني أبغى الفعل إذا أنا ما عندي auxiliary, إذا ما عندي auxiliary مثل هذا الفعل main verb فعل رئيسي ما عندي auxiliary يعني ما عندي فعل مثل do مثل فعل verb to be or model, لذلك أضطر أنه أجيب فعل. فهذا الفعلين هو main verb فأجيب أفعال do و does و did حسب نوع السنتنس. لأن هاي simple sentence تشوفوه simple sentence which is present tense فأحتاج أن أستخدم do. لكن أنا شش ناجز هو أخلي auxiliary قبل الفاعل, هذا اللي يصبح لقلب الفعل على الفاعل. إذا أقول so do I, so you see so do I, خليت auxiliary do قبل ال subject I. مو تقول so I do, no you say so do I. هذا هنا ليش استخدم so وليش استخدم so do I, لأن هذه الجملة هنا هي affirmative positive sentence جملة مثبتة مو منفية. لو كانت منفية مثلا نأخذ أمثلة على المنفيات إنه شلون إذا كانت جملة منفية شو أستخدم, لكن أهم شيء كنت تعرفون إنه أنا أستخدم أقلب ال auxiliary على من على ال subject. منين جبت هذا الاكزيلوري؟ إذا كان الاكزيلوري موجود بالجملة فأستخدمه, وإذا كان ما موجود هذا الاكزيلوري بالجملة لازم أنا أجيب اكزيلوري. لازم أنا أجيب اكزيلوري. هسه راح أشوف مثال بعدها. المثال راح يكون أمثلة هاي راح تكون على النفي, إنه شلون إذا كان عندي جملة منفية. Using neither to express your agreement in a negative statement as in the following examples. أنا إذا عندي جملة منفية, قبل شوي أخذنا جملة مثبتة, هسه راح تكون جملة منفية. بالجملة المنفية شلون أتعامل وياها؟ من عندي جملة I don't like studying English, أنا ما أحب أدرس اللغة الإنجليزية. I don't like studying English. أنا اللي أنبغى أشوفها هاي الجملة شنية؟ أنا هذا أدي نفي وأدي auxiliary, هذا اللي هو auxiliary, هذا فعل مساعد don't و do و does و المودز مثل can و could و may والverb to be مثل is و are و was, لأن يصبحون auxiliary verb. بينما هذا إذا شوفوا like هذا صحوه main verb الفعل الرئيسي بالمعنى القاموسي اللي المعنى, لأن هذا هنا هو هذا صحوه main verb فعل رئيسي وهذا صحوه auxiliary verb. فأنا هنا عندي حالة auxiliary verb موجودة هو هي نفي, فما أستخدم so لا شو أستخدم neither. فعدة طرق على مدى أنا أعبر الagreement مالتي ويا الجملة, لأن هي نفي لازم أكون أستخدم neither. فالطريقة الأولى اللي هي طريقة informal اللي هي
مو طريقة يعني نقول مو رسميا معتبر the informal way. I can say me neither. I don't like studying English. Me neither. Me neither يعني ولا أنا أيضا ولا أنا أنا أحب اللغة الإنجليزية. نقول I don't like studying English. أنا ما أحب أدرس اللغة الإنجليزية. الشخص الثاني يجاوب me neither بمعنى أنه أنا أيضا ما أحب اللغة الإنجليزية. مثال الثاني I don't like traveling. I don't like traveling abroad. أنا ما أحب السفر خارج البلد خارج. I don't like traveling abroad. شوف هاي الطريقة أنه أنا أستخدم السبجكت قبل الأكزيلر فيرب لكن أخلي النايذر بالأخير. شو أقول I don't neither. I don't neither. أنا I don't like traveling abroad. فش تسوي؟ تخلي السبجكت عادي مثل أي جملة تخليه بالبداية بعدين الأكزيلر فيرب ثاني شيء بعدين يلا تخلي الأداة اللي نستخدم للتعبير اللي هي neither. شوف هاي الطريقة تختلف عن هاي الطريقة. هنا هاي للسهولة نقول may neither. إذا تريد بعد بشكل يعني grammatically يعني بشكل بعد أوضح صحيح تكون تقول I don't neither. هنا فاعل فعل وخلينا وراء فاعل auxiliary verb. هنا بس أخلي auxiliary ما يحتاج أذكر المين verb يعني ما يحتاج أقول I don't like neither بس أقول I don't neither. I don't neither. الجملة الثالثة المثال الثالث I don't like to get up early. أنا ما أحب إنه أستيقظ مبكرا. I don't like to get up early. إيش قلت؟ قلت neither do I. Neither do I. ناش سويت؟ قدمت الأداة بالبداية اللي هي شو تسوي؟ اللي يعني تعبر عن الأجريمنت. والأكزيلر فيرب قدمته على من؟ قدمته على الفاعل. قدمته على الفاعل. وتشوفون هنا أنا صار التقديم والتأخير. هاي كلها عبارة عن طرق تعبر بها الاجريمنت. ليش استخدمت به neither؟ لأن هي الجمل كلها عبارة عن نفي. قلنا I don't like studying English. قلت me neither. I don't like traveling abroad. ناش قلت I don't neither. بس انت تنتبه كون أنا خليت هنا I don't neither. خليت الفاعل بعدين الأكزيلر فيرب بعدين neither. لكن بالجملة الثالثة لو شوفوها I don't like to get up early. خليت neither بالبداية. قلت neither بعدين خليت الأكسلري بعدين خليت السبجكت. هذه لسهولة subject auxiliary inversion هي عملية قلب الأكسلري فيرب على الفاعل اللي هي auxiliary verb قلبتها على من على الفاعل. فقلت neither do I. I don't like to get up early. Neither do I. فعندنا هاي هواي عندنا هاي أمثلة عندنا هواي أمثلة هنا نستخدمها. We use neither to express agreement with a negative statement. بالجملة المنفية عرفناها. مثال عندنا My family have never been on holiday abroad. My family have never been on holiday abroad. عائلتي لم تكن في رحلة خارج يعني في عطلة خارج البلاد. تقدر تقول neither have mine. Neither have mine. Or nor have mine. كلها صح. معناتها My family haven't been neither. My family haven't been neither. هاي تفسيرها. تقدر تقول neither have mine. نانا وين جبت الأكزيلر فيرب؟ شنو هنا الأكزيلر فيرب؟ هذا الأكزيلر فيرب الـ have. هذا الأكزيلر فيرب have. خوش. خلينا الأداة بالبداية فنقول neither have هذا الأكزيلري neither have mine اللي هو عائلتي. بدل ما تقول my family تقول mine. I haven't finished my homework yet. بعد لحد الآن ما خلصت الواجب بيتي. فش تقول me neither. me neither. Mary Bennett اسمها Mary does not know how to drive. Mary ما تعرف يعني تعرف تقود سيارة. Mary does not know how to drive. Nor you see nor nor does she. Nor هنا سوينا خلينا الأكزيلر فيرب اللي هو does موجود هنا موجود نفسه فأجيب هنا does وخليت استخدمت nor nor does وخليت الاسم الثالث الأول subject subject. نعم ممكن تقول nor does you nor does علي nor does نور nor does for example عمار. فتشوفوا ان انا خليت ان انا الاكزيلر فيرب قبل الفاعل. صار واضح؟ هسه راح احاول انه نشرح التمرين الموجود على اليد. تشوفون هسه بالتمرين بتكون هذا التمرين الموجود. you can say so and neither to agree with someone. نعطيكم هاي الأمثلة من A لآخر للJ. I like fish and chips.
I like fish and chips. أني أحب الفيش and chips. شارح لكم إياها. So do I. تشوفون الدو هنا ما موجود هنا الدو. موجود هنا فقط المين فيرب اللي هو لايك. مين جاب الدو؟ لازم أنت كمتكلم تجيب الأكسلر فيرب. لأن هنا نحن بنعبر على agreement ما نخلي المين فيرب. ما نخلي المين فيرب. هنا ما نخلي المين فيرب. نحتاج المال الأكسلر فيرب. لأن الأكسلر فيرب ما موجود فنجيب الأكسلر فيرب من عندنا. فش قال I like fish and chips فش تعبر هاتي لها so do I أنا أيضا. هنا الجملة الثانية اللي هي ب منفية I don't usually go to parties أباوع عليها منفية أي منفية شنو التنس مالتها present من شفتها منفية أحتاج أستخدم ما أستخدم so أستخدم neither أستخدم neither فش أقول neither neither والسبجكت حالة بالأخير بس أخلي هنا أخلي الأكسلر قبل السبجكت فش أقول neither do I يعني هو عن هو السؤال هنا شو الجملة شنو هي إنه أنا لاحب الذهاب للحفلات فش تقول له أنا أيضا لاحب الذهاب للحفلات فش تقول neither do I فقط تخلي الأكسلر يشوفون هو حالكم يا كليته neither وحاط الآية فقط تخلي الأكسلر تكون تنتبه إنه تخلي الأكسلر قبل الفعل المساعد قبل الفاعل مو تقلبها بالعكس مو تقول neither I do no صير neither do I تخلي الأكسلر قبل الفاعل I can't wait for the weekend. I can't wait for the weekend. أنا ما أقدر أنتظر لحد نهاية العطلة الأسبوعية. فش أقول neither, neither can I, neither can I. ولا أنا أيضا, ولا أنا باستطاعتي. Neither can I. وين المودل؟ هذا المودل موجود المودل. فنزله هنا. Neither can I. I'm going to the cinema tonight. I'm going to the cinema tonight. هسه بنقول لك وين المودل؟ وين الأكسلر فيرب؟ اللي هو فعل الآن وين المين فيرب اللي هو going فأنا ما أحتاج هذا going أحتاج هذا الآن والأز والآر اللي هي الأكسلر فيرب سأش أقول هنا أنا so am I so am I حاط هنا الآي بالأخير اللي هو الأكسلر خليه السبجكت وهنا أنا أخليه قبله هو الأكسلر فيرب فأقول so am I النقطة اللي بعدها I won't go to the party tomorrow I won't go to the party tomorrow ما راح أروح للحفلة يوم غد فش أقول أقول neither will I neither will I I won't and أنا سوف أنا هاي won't معناها will not عشان تقول I will not go to the party tomorrow بس هاي اختصار لها I won't go to the party tomorrow فش تقول قول neither will I neither will I خلينا neither بالبداية ليش خلينا neither بالبداية ليش استخدمنا أصلا neither لأن هي جملة أصلا منفية لو جملة مثبتة كان قلنا so لكن هي جملة منفية فقول neither قول neither will I I've been to Africa you know I've been to Africa أنا كنت في سفرة إلى إلى أفريقيا I've been to Africa فش تقول so have I so have I تشوفوا هسه يعني الفاعل كليته كله I I كله ضام لأن يعني هو متكلم هو I كله دي يقول على لكن هو ممكن يتغير ممكن تقول وي ممكن يعني حسب الجملة فهسه هنا الجملة التمرين كلش سهل من هو الفاعل كله ذاكر I first personal pronoun فهنا أنا I've been to Africa فتقول so have I حسب من جيب الأكسلر بكيفك الأكسلر إذا مذكور بالجملة تنزله هنا أنا هذا I've been to Africa هنا أنا I have ذاكر لك فتذكر هنا شوف هاي ما بيها أكسلر I watched the football last night I watched the football last night شاهدت لعبة كرة القدم ليلة الماضية نانا هذا ال watched هذا main verb اللي هو الفعل اللي بمعنى معنى القاموسي تروح تفتح القاموس تلقى معنى watch معنى يشاهد لكن ما بي auxiliary ما بي auxiliary وين auxiliary فعل مساعد يعني تشوفون هنا مثلا did does was where am ماكو فعل مساعد لان الفعل مساعد ماكو مودل ماكو فش تحتاج انت تجيب الفعل المساعد بناء على التنس الموجود اذا انا التنس ليحكي شنو ليحكي التنس بالماضي فجيب فعل مساعد يدل على الماضي مستقبل فش اقول so did I watched the football last night فش تقول so did I ليش جيب did ليش ما قلت does ليش ما قلت do لان انا هذا did بناء على الجملة شفت الجملة بالماضي فأحتاج أجيب فعل مساعد يدل على الماضي اللي هي did فيقول so did I would never I had never eaten snails I had never eaten snails
I had never eaten snails. أنا باع الجملة هذا يعني past perfect. شو يقول؟ I had never. شو يقول؟ neither had I. neither had I. neither had I. I couldn't swim when I was young. لم يكن بستطيع السباحة ممكن عندما كنت صغيرا يعني. I couldn't swim when I was young. شو يقول؟ استخدم المودل. وين المودل؟ وين الأكسلر فيرب؟ لو أكسلر فيرب لو مودل. هذا المودل اللي هو الكود. شو يقول؟ يقول neither could I. neither could I. neither could I. I would like to go shopping tomorrow. I would like to go shopping tomorrow. I would like to go shopping. في شو يصير؟ I what I would like to go shopping tomorrow. I would like to go shopping. So would I. So would I. ليش خليت هنا أنا would؟ يعني هو ال would هو يعتبر ال auxiliary verb مع هاي الجملة. ما أحتاج استخدم. ما أقدر استخدم ال like. Like هذا مو model. هذا مو auxiliary verb. هذا main verb. فعل رئيسي. فبالفعل الرئيسي ما أقدر استخدم به هنا بالأقدر. أقدر أقول هنا أنا نفسها so would I. So would I. So would I. هو طبعا ذاكركم يا هنا طلاب كليتها لكن انا حليتها مباشره ما يحتاج ان انظر لها كبر الجمله من الجمله اشوف شنو التنس مالتها اذا كان مضارع لو كان ماضي واشوف شنو الجمله مالتها مثل منفيه لو مثبته اذا كانت منفيه لازم استخدم نايذر فشوفون هسه كل جمله منفيه مستخدم نايذر اقبالها نايذر نايذر هاي شوف نايذر هاي نايذر هذا نايذر كلها هل نايذر اللي بها مثبته جملة مثبتة بوزيتيف احتاج استخدم سو وانتبه على الاكزيلري انه اخلي سواء سو او نايذر لازم الاكزيلري يكون شنو قبل الفاعل قبل الفاعل يقول سو دو اي سو دو اي هنا تخلي لازم تنتبه انه تخلي الاكزيلري قبل الفاعل مو تقلبه بالعكس هذا اللي يسحوله سبجكت فيرب سبجكت اكزيلري انفيرجن عملية قلب الفعل الاكزيلري على الفاعل اتمنى يكون هذا واضح وراح ارسلكم اياه ان شاء الله واللي عنده سؤال خليه يسال عاد